لغة السينما وحوار الصورة السينمائية. قبل أن يعرف العالم صناعة السينما، عرفتها الإسكندرية والقاهرة في نفس الوقت مع باريس. مع المصور الكبير سعيد شيمي. كله في الشوارع، كل الدرجة سموني مصور الشوارع. وسموك الحريف؟ لا، أنا عملت فيلم الحريف. وسموك الحريف؟ أيوة. أيضا في التصوير. كيف ترى السينما المصرية الآن؟ في تكنيك رائع، في إمكانيات مهولة، دي كانت توفرت لجيلنا، كنا عملنا بلاوي، لكن الموضوعات مش عجبان. هذه الحلقة ليست بأي حال بكاء على الأطلال، لكنها محاولة جادة في نقاش ممتد لإعادة الروح لأجمل إبداعات الإنسان المصري على مدى 125 عاما. قصص وروايات مصرية ليه كنا حاسينها؟ ليه كنا بنحبها؟ لأنها طالعة مننا. زمن السينما الجميلة في حديث العرب من مصر، غدا 7 مساء على قناة مصر الأولى.